مشاهدينا أهلا بيكم، تغطية جديدة من موقع صدى البلد الإخباري. انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك خبر بقى بيتصدر المشهد والأوساط الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية. كلام كتير جدا عن انتقال رمضان صبحي من بيراميدز إلى نادي الزمالك. إيه حقيقة الكلام ده؟ السابقة وتفاصيلها كل ده هنعرفه مع حضراتكم من خلال هذه التغطية. في البداية يعني الموضوع ظهر وطفى على السطح قوي لما بدأ بعض الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الشأن الرياضي يكتبوا على صفحاتهم إن خلاص رمضان صبحي في نادي الزمالك وفي رغبة من اللاعب وفي رغبة من النادي. إيه حقيقة الكلام ده؟ الحقيقة الواضحة لحد دلوقتي إن حتى على اعتبار ان ده موجود، ان في رغبه من اللاعب او في رغبه من نادي الزمالك، الحقيقه ان هذا الامر لا يمكن حدوثه في يعني على المستوى المستقبل القريب. ليه؟ نادي الزمالك مازال يعني غير مسموح ليه انه يضم لاعبين جدد. طبعا في ازمه القيد بتاعت اللاعبين الموجودة في نادي الزمالك، نادي الزمالك بيعاني من الأمر ده ولسه ما حلش أموره، وبالتالي من الصعب إنه يجيب مش بس رمضان صبحي، أي لاعب آخر. يعني في صعوبة إن الزمالك يستقدم أي لاعب آخر في التوقيت الحالي. طيب إذا اتكلمنا عن إن الأمور في نادي الزمالك في رغبة، طبعا من الوارد جدا خاصة إن الموضوع كان يعني كان في مساعي قبل كده من مجالس ادارات سابقه في نادي الزمالك لاستقدام رمضان صبحي. وطبعا رمضان صبحي يعني اضافه فنيه قويه لاي فريق يكون متواجد فيه، لاعب مميز ومميز جدا في مركزه طبعا في منتخب مصر. ف يعني ده ممكن يكون نوع من يعني مجلس الاداره يحاول ان هو يعمل صفقه جماهيريه. مجلس اداره نادي الزمالك لحد دلوقتي مش عارف يقدم شيء بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك. وطبعا يعني جماهير نادي الزمالك كلها منتظرة حاجة كبيرة من هذا المجلس المنتخب حديثا، طبعا بقيادة كابتن حسين لبيب. وبالتالي من الوارد جدا أن يكون يعني رمضان صبحي أحد الصفقات القوية اللي يعني من الممكن أنه هو يقدم بيها مجلس إدارة نفسه أوراق اعتماده لجماهير نادي الزمالك. ده من ناحية نادي الزمالك. من ناحية اللاعب ورغبته، كان في رغبة وكان في أحاديث عن إنه ما عندوش أي مشكلة إنه يرتدي فانيلة نادي الزمالك. الرجل في النهاية لاعب محترف وانتقل من نادي الأهلي لإنجلترا، من إنجلترا إلى نادي بيراميدز. الرجل ما عندوش مشكلة يلعب، هو في النهاية بيلعب بشكل احترافي، يلعب في نادي الزمالك يلعب في نادي الاهلي، ده امر وارد جدا جدا بالنسبه له. طيب نيجي للطرف الثالث في هذه المعادله وهو طبعا نادي بيراميدز. نادي بيراميدز الحقيقه يعني في تصريحات قبل كده ما عندهمش اي مشكله ان رمضان صبحي ينتقل الى اي نادي بشرط انه يكون المقابل المادي اللي هم حاطينه يتم تحقيقه، لان طبعا اللاعب اتدفع فيه مبلغ كبير جدا. نادي بيراميدز يعني صفقه انتقاله كلفت خزينه النادي مبلغ كبير، وبالتالي منطقي وطبيعي جدا ان هم لما يفكروا ان هم يستغنوا عن خدماته انه يكون في مقابل مجزي لنادي بيراميدز من خلال هذا الانتقال. وما يفرقش معاهم هيروح نادي الزمالك هيروح اي نادي، المهم المبلغ اللي محطوط لانتقال رمضان صبحي من نادي بيراميدز يتم تحقيقه، خاصة ان نادي بيراميدز يعني مش هيحصل فيه هزة فنية، مش هيتأثر بشكل كبير جدا برحيل رمضان صبحي، لان الحقيقة نادي بيراميدز عنده سكواد هايل جدا، عنده يعني بدلاء في كل المراكز تقريبا ما يقلوش عن الأساسيين بشكل كبير. وبالتالي يعني نادي بيراميدز ممكن يحقق منفعة من صفقة رمضان صبحي، منفعة مادية طبعا يقدر يعوض بها بعض النواقص عنده، وبالتالي كل الأمور متوافقة. وكلام الصحفيين والإعلاميين في هذا الشأن جميل جدا، لكن
يبقى علامة الاستفهام الكبرى حول هذه الصفقة اللي يعني في أخبار كتير جدا بتحيط بيها وإعلاميين رياضيين كتير جدا بيتكلموا عنها. علامة الاستفهام تتعلق بنادي الزمالك وموقفه من القيد اللي حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها مفيش أي جديد فيه، وما زال نادي الزمالك بيعاني من وقف القيد. دي كانت كل التفاصيل الخاصة بهذه الصفقة ويعني كل المعلومات المتوفرة طبعا عنها. طبعا لما يكون في جديد هنكون مع حضراتكم، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد. شكرا وإلى اللقاء.